تعرف يا فرانكي، شو بوب؟ هيدي لازم نلاقي لها حل قصة التدخين. ليه شو بيك؟ ما عم بتدخن ومبسوط وتمام ورواق، وما نجي صوب حدا وما حدا بيجي صوبنا، شو فيها؟ يا زلمة إلي سنتين تدخن، خايفين مصير مدمن. تدمن على السيجارة؟ ايه. لا ما تخاف من ناحية، ما تخاف، أنا صار لي 25 سنة بدخن ولا مرة أدمنها. Look at the top of his head.